اهلا بيكم. وصفتنا النهارده كيتو. هنعمل مع بعض العجينه السحريه. بالنسبه لي سحريه لاني بقدر استخدمها في كذا حاجه. بعمل بيها عيش تورتيلا حلو جدا طري، اقدر استخدمه في اي حشوه، وبيحافظ كمان على طراوته دي لفترات كبيره جدا، واقدر احفظه في الفريزر. بعمل منه حواوشي، بعمل منه كمان سمبوسه، بحشيها اي حشوه انا عايزاها. من انجح وصفات العيش بالنسبه لي، وبحبها جدا جدا، وعجينه ناجحه في كل الوصفات. انا بسمة الفيومي. لو اول مره تشوفوني اعملوا سبسكرايب او اشتراك، وفعلوا علامه الجرس لو حابين يوصلكم اشعار بكل فيديوهاتي الجديده، وما تنسوش لايك وشير للوصفه لو عجبتكم. ويلا بينا نبدا وصفتنا. هنحتاج المكونات بتاعتنا. اول حاجه هنحتاج كوبايه من دي جوز الهند، وما ينفعش نبدله بجوز هند مطحون. هنحتاج كمان نص معلقه صغيره من الملح، نص معلقه صغيره من الكاري، وممكن تستغني عنهم عن الكاري لو مش عايزه، معلقه كبيره من السليم، وربع معلقه صغيره من صمغ الزنتين، ومية مغلية. مكوناتها بسيطة جدا. وكمان في الوصفة دي لو حابة تستغني عن الزنتان استغني عنه، السليم هيخلي العيش طري. هو الزنتان بس بيزيد من طراوة العيش وبيخليه ما يتقطعش منك بسهولة، بيدي شوية قوام كده شبه العيش العادي اللي معمول بالدقيق الابيض. خلطنا كل المكونات مع بعضها، غلينا المية، المية لسه مغلية حالا، وهنزل بيها على العجينة بتاعتي وافضل اقلب واحدة واحدة لحد العجينة ما تلم. بصوا انا عملها لكم بالتفصيل عشان اوريكم اول ما العجينه بتاعتي تبدا تلم في ايديا انا هبطل الميه، يعني بحط واحده واحده لحد ما العجينه تلم. الكاري بيدي العجينه ريحه حلوه وبيديها كمان لون حلو جدا، فانا بالنسبه لي ما بحبه جدا، وبحب اللون الاصفر ده. بصوا العجينه بتاعتي لمت كده وبقت كوره طريه اقدر اشكلها كده، تمام. مش هضيف اي ميه زياده، وهسيبها بس لمده 10 دقايق العجينه بتاعتي ترتاح، لان كمان الزنتان بيحتاج وقت عشان العجينه عشان يشتغل في العجينه ويخليها طريه، يعني 10 دقايق مش اكتر من كده. هجيب على كيس، على ورقه زبده، على ورق حراري، اي حاجه. هنبدا نفرد، واول حاجه هنعملها مع بعض هنعمل عيش التورتيلا. هناخد جزء من العجينه ونشكله على شكل كوره، وما بين الكيسين او ما بين ورقتين الزبدة، وهنبدأ نفرده على شكل دايرة شوية، او هنفرده كمان بسمك رفيع جدا على قد ما نقدر. يعني بصوا الخشب اللي انا بفرد عليه باين من تحت العجينة، انا عايزاه رفيع جدا. هجيب بقى اي حاجة كده على شكل دايرة واقدر وابدأ اقطعها، وممكن تسيبيه زي ما هو كده وتسويه، مش شرط يعني تقطعيه على شكل دوائر بالظبط. يعني هشيل بقى اي زيادة وهلمها العجينة التانية بس كده، تمام. انا هاخد دي على النار على طول، وعلى طاسة تكون سخنة جدا. بيطلع على فكرة من الكيس بمنتهى السهولة، هوريكم وانا بعمل حواوشي بيطلع بمنتهى السهولة. الطاسة بتاعتي سخنة، هنزل بمعلقة من الزبدة، والزبدة بتدي طعم حلو للعيش وبتدي لون كمان حلو جدا. الزبدة بتاعتي ساحت، نزلنا بالعيش وهنسيبه على النار لحد ما يبدأ ياخد لون كده من الجناب، واحس ان هي استوت، يعني بهز حتى الطاسة بتاعتي تتحرك. هقلب على الجنب التاني، النار بتاعتي نار هادية، يعني دي الشعلة الكبيرة بس على نار هادية خالص. بس كده بالنسبة لي تمام جدا، حلو جدا وريحته حلوة جدا، وعملنا خبز تورتيلا. ادي اول حاجة. طبعا اي عيش هتطلعيه تروحي مغطياه بفوطة. تعالوا نعمل بقى تاني حاجة. هناخد برضو جزء من العجينة وهنحاول نشكله على شكل دايرة عشان نبدأ نعمل رغيف حواوشي كده طعمه يجنن. هنفرد برضو العجينة بتاعتي، برضو هنفرد سمكها رفيع جدا، وبأي حاجة مدورة، بغطا، بطبق، اي حاجة. وممكن تكبري الحجم تقليلي الحجم زي ما انت عايزة. قطعتها على شكل دايرة، وهعمل منها واحدة بالظبط شبهها دايرة نفس الحجم، وهبدأ احط الحشوة بتاعتي اللي هي الحواوشي. احنا عملنا مع بعض قبل كده الحواوشي، دي نفس التتبيلة بتاعته بالظبط. هسيب لكم في صندوق الوصفه تحت الفيديو المقادير، وهسيب لكم كمان اللينك بتاع وصفه الحواوشي عشان لو عايزين تعرفوا التتبيله بتاعه الحواوشي بتاعتي عامله ازاي. قفلتها كويس، وهعمل زي علامه زائد كده في النص تخرج اي هواء زياده، تغرج اي ميه زياده، وهقفل من الحروف بتاعته كويس جدا كده بالشوكه. الشوكه بتدي منظر، وفي نفس الوقت بتاكد انه مقفول كويس. وعلى صاجه عليها ورقه زبده، ورقه الزبده مدهونه دهنه من الزبده او من الزيت. وهشيل الرغيف بتاعي بالراحه. بصوا بيطلع من الكيس بمنتهى السهوله. انا بالنسبه لي الصراحه الفرد على اكياس اسهل بكتير من الفرد حتى على ورق الزبده.
بس وهنزل بيه في الصاجة بتاعتي، وهدخله الفرن على درجة حرارة 180 والفرن يكون سخن لحد ما ياخد لون من فوق ومن تحت. لو حسيت انه خد لون من تحت ولسه من فوق ما خدش، احنا هنفتح عليه الشواية. تاني حاجة بقى هنعملها مع بعض، هنعمل تالت حاجة هنعمل مع بعض السمبوسة. انا فردت العجينة بتاعتي بنفس الطريقة، وهبدأ اقطعها بأي حاجة مدورة. هنقطع بس كده العجينة بطبق بقطاع اي حاجة. برضو انا مقطعاه، انا فرديها رفيع جدا. انا هحشيها خلطة كده من الجبن، احشيها جبنة وبقدونس بتبقى حلوة جدا، جبنة ونعناع كده زي ما بنحشي القطايف العادية. يعني اي حشوة للقطايف العادية او السمبوسة العادية ممكن نحشيها زي ما انتوا عايزين، ممكن نحشيها فريخ، ممكن نحشيها لحمة. انا حطيت الجبن، خلطة من الجبن كده، جبنة تشيدر على رومي على موتزاريلا، وحطيت زيتون وفلفل حراق، واقفلها كويس جدا. وانتي بتقفلي لقيتي العجينة مش بتقفل معاكي، هتبلي ايدك كام نقطة مية وتقفليها كويس، عملوها كأنها عجينة بالدقيق الابيض العادي. بس بقت عندي قطايفاي كده او سبوسية كده صغننة شكلها حلو. وفي طاسة او في حلة على النار برضو هنحط فيها، بس دي بقى هنزود كمية الزبدة شوية لان انا شبه بقليها في الزبدة. فانا بصي حطيت قطعة زبدة كده محترمة، اللي هو مش هتبقى مغطياها بس تبقى زيادة شوية، يعني بصوا بالمنظر ده بالظبط. وهرص السمبوسة بتاعتي او القطايف، وهسيبها على النار متوسطة، لا واطية ولا عالية، لحد ما تاخد لون كده حلو. يعني انتي وذوقك بقى في اللون ده زي ما انتي عايزة. بس دي الوصفات بتاعتي، عملنا 3 وصفات حلوين جدا من عجينة واحدة، عشان كده هي عجينة سحرية. بصوا العيش طري جدا، وبعد ما طلع يعني العيش ده اول حاجة عملتها، بصوا بعد ما طلع وقعد برضو هو طري جدا زي ما اتفقنا. بنرفعه من على النار ونغطيه بفوطة. اي وصفة عيش لازم تعملي فيها كده عشان تفضل طرية. وده الحواوشي اخد في الفرن تقريبا من 20 دقيقة لتلاتين دقيقة على حسب حرارة الفرن بتاعك، بس هو 180 ما تعليش عن كده عشان العجينة بتاعتي تستوي. ودي السمبوسة او القطايف زي ما انتوا عايزين تسموها، بس هي طعمها حلو جدا. دي انا حشيتها جبنة وبقدونس وجميلة، جبنة بريزيدون اللي هي اللي معانا في الكيتو، اللي هي فيهاش اي زيوت نباتية. اي جبنة ما فيهاش زيوت نباتية هي معانا، وكربها قليل، جبنة اسطنبولي عادية. بس اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، وتقولي رأيكم فيها ايه، واكتبولي في الكومنتات اي وصفات كيتو عايزينها، وايه اكتر حاجة انتم مفتقدينها وانتم عاملين كيتو عشان ان شاء الله اعملها لكم. ما تنسوش سبسكرايب وتفعلوا علامة الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل فيديوهاتي الجديدة. واستنوني الاربع الجاي في وصفة جديدة كيتو، واشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي.